هنتكلم النهاردة عن قصة قصيرة لكن شهيرة جدا، هي قصة نيكولاس أو العقد. القصة دي لجاي دي موباسان، هو كاتب فرنسي كانت حياته قصيرة، يعني اتوفي وهو عنده 43 سنة، من 1850 ل 1893، يعني 43 سنة. طبعا كانت حياته صعبة، أصيب بالجنون وتوفي في مصحة، ده بالنسبة للكاتب. يعني هنتكلم عن القصة اللي احنا موضوعنا النهاردة، نيكولاس. القصة دي بتتكلم عن الرضا، عن القناعة، بتتكلم ان القناعة كنز لا يفنى، بتتكلم ان لو الواحد كان قنوع وسعيد باللي معاه هتبقى حياته احسن. نيكولاس فيها كتير من المعاني اللي بتجسد المعنى ده. الاشخاص اللي في المسرحية معدودين، يعني مستر اند ميسيز لوازيل، زوج وزوجة، في مدام فورستر صديقة ميسيز لوازيل، يعني ثلاث أشخاص رئيسيين في المسرحية. بتتكلم عن إن في كاتب في وزارة التعليم، كاتب صغير في وزارة التعليم اللي هو مستر لوازيل. الكاتب ده تلقى دعوة من وزير التعليم لحضور حفلة، Minister of Education بعت له انفيتيشن على اساس حضور بارتي. هو فرحان بالدعوه دي وبيسلم، رايح يسلمها لزوجته. فزوجته لما شافت الدعوه دي اتصدمت، فقال لها انت مصدومه ليه؟ ده انت المفروض تبقي فرحانه. قالت له انا ما عنديش حاجه البسها في الحفله، انا هلبس ايه؟ انا مش هروح الحفله دي. المهم قال لها انت ممكن تشوفي احد صديقاتك يسلفك حاجة تلبسيها. فراحت لصديقة من صديقاتها اللي هي مدام فورستر، اتفرجت على الحاجات اللي عندها، فلقت عقد نيكولاس من شكله مبهر فعجبها جدا، فقالت انا لو اخدت العقد ده الكل هيبص لي بنظرة اعجاب وانبهار. فطلبت من صديقتها ان هي تستلف العقد ده فقط، قالت لها انا مش عايزه غير العقد ده، لو ممكن استلف العقد ده. قالت له طبعا خلاص اوكي مفيش مشكله. ففرحت بيه جدا وطارت من السعاده، وقالت خلاص انا كده، قالت لزوجها ان انا كده ساذهب الى الحفله. طبعا كان الكل منبهر بالعقد وكانوا مبهورين جدا، كانت سعيدة جدا في ساعات الحفلة. وبعدين بعد ساعات من المرح سابوا الحفلة ومشيوا، روحوا لتكتشف الزوجة مدام لوازيل ان هي فقدت العقد. بعد بحث عن العقد وتأكد من انهم مش هيلاقوه، اتفقوا ان هم هيجيبوا بديل للعقد، يعني هيعملوا ريبليكا للعقد، هيعملوا إحلال للعقد، يشوفوا بديل. فراحوا للسائق واتفقوا ان هم يشتروا العقد. فالتاجر قال لهم، او السائق يعني قال لهم، عقد زي ده ثمنه 80,000. طبعا 80,000 ده كان مبلغ كبير جدا عليهم، بس هي كانت عايزة ان هي ترجع العقد طبعا لصديقتها. اشترت العقد اللي ب 80,000 ورجعت العقد لصديقتها. طب اشترت العقد ازاي؟ طبعا هي استلفت فلوس، وهو استلف فلوس من معارفه ومن اصدقائه، من اللي يعرفه ومن اللي ما يعرفوش، ومضى كمبيالات كتيرة جدا. وبعدين اتفق ان هو يسدد تمن العقد ده على 10 سنين.
المهم رجعت العقد لصديقتها، وطبعا كلفها كتير جدا، كلفها 10 سنين من عمرها في العمل الشاق عشان تجيب ثمنه، عشان ترجع ثمنه، وعشان الديون اللي عليها هي وزوجها تقدر تسدها. طبعا ده كان على حساب صحتها وعلى حساب صحة زوجها. المهم مرت 10 سنين، وبالصدفة ماشية في الشارع، وطبعا كان شكلها تغير جدا وبقت سيئة في منظرها جدا ومتبهدلة جدا، فقابلت صديقتها، فطبعا ميسيز فورستر ما عرفتهاش. مدام لوازيل قالت لها انتي مش فاكراني. مسز فورستر قالت لها انا مش واخده بالي. قالت لها انا مدام لوازيل اللي خدت منك العقد، فاكراني؟ قالت لها ايوه بالظبط. قالت لها على فكره، قالت لها طب انتي متغيره، شكلك متغير كتير ليه؟ ده انتي بقيتي كبيره وعجزتي وشكلك تعبانه. قالت لها بسبب العقد. بس انتي جبتهولي. قالت لها لا، ما هو انا العقد اللي انا اديتهولك ده كان بديل لانه ضاع مني، فاضطريت ان انا اشتري واحد تاني وكلفني 10 سنين من حياتي عشان اجيب لك واحد زيه. قالت لها انت متأكدة ان العقد بتاعي اللي انا اديتهولك كلفك 10 سنين من حياتك؟ قالت لها ايوه انا اشتريته، وحبيت ان انا ابقى وفية واوفي بالتزاماتي. قالت لها بس على فكرة مستحيل يكون ثمن العقد كلفك 10 سنين من حياتك، ده العقد اللي انا اديتهولك ده تقليد، ده ما يزيدش عن 8 فرنكات. طبعا انتهت القصة وانتهت المسرحية، وهنشوفها مع بعض بعد ما حكيناها، هنشوفها مع بعض. طبعا هي كانت جميلة ورائعة الجمال، كانت متزوجة من موظف صغير جدا، طبعا عايز يفرحها بالانفيتيشن اللي جات له. فاكر ان هي هتفرح، بس هي اتصدمت. I have no clothes. ما عنديش اي ملابس. مش هقدر اروح للحفلة. طبعا ده يضايقني ان ما عنديش حتى مجرد جوهرة صغيرة. راحت لصديقتها، عجبها جدا النيكلاس اللي موجود، واتفقت معاها ان هي تاخد العقد ده. سعيدة جدا. مستر ومسز لوازيل دخلوا الحفلة. بعد ما روحت
طبعا اتصدمت بان ما معهاش العقد. بعد ما راحوا للصائغ لقوا عقد شبيه. بس طبعا كان يكلف 80,000. اللي يعرفه واللي ما يعرفوش راح يسلف منه. واصبح مكبل بالديون عشان يوفي بالالتزام بتاعه. طبعا هو اضطر بعد كده هو وهما الاثنين ان هما يشتغلوا في عمل هارد، في عمل شاق لمدة 10 سنين. اشتغلت في كل شيء. طبعا بتسأل ايه اللي كان هيحصل لو انا ما كنتش فقدت العقد. My poor Mattel. My diamonds were not real. وكده تنتهي القصة القصيرة نيكولاس.